الوقفة اليوم جات كتعبر على الوقفة ديال المحامون والمحاميات في هيئة محامي طنجة في مساندة سهر كفاح الشعب الفلسطيني، وهذه ليس بغريب على هيئة محامي طنجة بل في كل هبة فلسطينية، كل هبة غزاوية، كل هبة مقدسية، إلا كل هبة فلسطينية بصفة عامة، من الماء إلى الماء، من صحراء النقب إلى أم الجليل أو إلى الجليل الأعلى، نقول دائما في هبتنا في هيئة محامي طنجة أننا إلى جانب الشعب الفلسطيني باعتبار أنه شعب واحد، باعتبار أنه نضال واحد، باعتبار أنه أمة واحدة ووطن واحد، وبالتالي أن هذه الوقفة هذه جاءت لتعبر من طرف محاميات المحامين بهيئة محامي طنجة على تضامنها الكامل ضد الهجمة العدوانية والهجمة العنصرية من طرف الكيان الصهيوني الغاشم الذي يبقى كيانا إرهابيا عنصريا في جميع الشرائع السماوية والإنسانية. من هنا من طنجة من بهو محكمة الاستئناف في طنجة، زملاؤكم وإخوانكم المحامين يقول لكم اصمدوا، نشد على أيديكم، نقبل أيديكم. في هذه الوقفة الرمزية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان قوات الاحتلال الغاشم على إخواننا في غزة وفي الضفة الغربية وفي جميع مناطق الفلسطينية باستعمال أعتى الأسلحة وأقوى أسلحة الدمار التي لا يمكن أن تضاهى والتي وصلت مداها بالاعتداء على المواطنين المدنيين الآمنين الأطفال والنساء وهدم البيوت فوق رؤوسهم وهدم المدارس أيضا وكل البنيات التحتية المدنية. فشكرا لكم. هذه الوقفة كما قلت هي وقفة لتأكيد وقوف الشعب المغربي والمحامين على وجه الخصوص مع القضية الفلسطينية، لأنهم يعتبرونها قضية رئيسية وقضية أساسية وقضية وطنية دأب المغاربة منذ سنين طويلة، منذ عشرات السنين، على تقديم وتنظيم أشكال تضامنية وأشكال احتجاجية وقوفا مع هذه القضية، وهذه الوقفة تأتي في هذا الاتجاه. كذلك هذه الوقفة نريد من خلالها أن يوجه رسالة إلى العدو لنقول له إخواننا الفلسطينيين ليسوا وحدهم في الميدان، نعم هم وحدهم في مواجهة أسلحة دمارك، ولكن الشعوب العربية والمحامين على وجه الخصوص هم درع من الخلف لتقديم الدعم المعنوي لإخواننا الفلسطينيين، وسنقاضي هذا العدو في جميع المحاكم الدولية، محكمة الجناية الدولية وغيرها. ونحن في هيئة المحامين في طنجة ننسق مع مجموعة من الفعاليات الحقوقية من أجل تقديم دعاوى ضد العدو الإسرائيلي الغاشم، العدو الصهيوني الغاشم، لمعاقبته ومحاسبته على هذه الجرائم التي يرتكبها. ننسق، لا أستطيع الآن أن أعطيكم يعني ورقة طريق حول الخطوات التي سنتبعها، لأننا ننسق مع مجموعة من الهيئات ومجموعة من الفعاليات الحقوقية، وسنخبركم في الوقت المناسب عندما تختمر الفكرة وعندما تتضح الرؤية. ولكن ما أؤكد لكم هو أننا إن شاء الله لن تكون هذه المحطة هي المحطة الأخيرة وقوفا مع زملاء مع إخواننا في فلسطين، بل ستتلوها محطات أخرى قريبا إن شاء الله. شكرا لكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.